من هنا كان يسلك العاملون في الإخبارية السورية طريقهم اليومية إلى مقر القناة التي احتضنت حلمهم في نقل صورة سوريا. الإخبارية السورية كانت مشروع وطني وإعلامي في الوقت ذاته، حتى قبل اندلاع الأزمة في سوريا والحرب على سوريا. الإخبارية السورية من أول ما بدأنا فيها هي حلم جميل، بنيناها بوطن جميل، بوطن كان وطن الهنا، مشروع إعلامي من الطراز الرفيع بالنسبة لأصحابه، للقائمين عليه، للعاملين في هذا المجال. بمعنى كان العاملون في الإخبارية السورية يحلمون بأن تكون القناة هي قناة إخبارية متميزة على صعيد المنطقة في نقل الحقيقة والأحداث سواء في سوريا أو المنطقة أو العالم. الإخبارية السورية التي بدأت بثها التجريبي عام 2010 كمشروع إعلامي وطني، بدأت بعد الحرب على سوريا بمهمتها في مواجهة هذه الحرب الإرهابية بنقل الحقيقة، ولكن جاء يوم 27 من حزيران عام 2012 ليكون محاولة من يد الإرهاب لإسكات هذا الصوت. تحية شجعان نزفها لكم من هوا الإخبارية السورية في دمشق، وبكل فخر واعتزاز وإرادة نزف إليكم خبر استشهاد مجموعة من الإعلاميين والعاملين في قناة الإخبارية الشجاعة التي تم استهدافها صباح هذا اليوم في ساعات الصباح المبكرة، وليتحول هذا اليوم إلى ذكرى يستحضرها من عايشها حتى الآن. هذا اليوم هي ذكرى أليمة بنفس أي موظف أو أي عامل فني أو محرر أو إداري بالإخبارية السورية. كان يوم أليم إنه فجروا لنا المحطة اللي كانت عم تنقل كلمة الحق، فجروها بأعمال إرهابية. هذا يعني كنا نحن بالمحطة عائلة، يعني ما في يقول لي غير إنه هي عائلة متكاملة. كنا نشوف بعضنا أكثر من كنا نشوف أهلنا. أنا بتذكر بشكل خطير كتير يعني المكان واللحظات اللي حصل فيها هذا التفجير وشلون رحنا وشفنا المكان، بس أكتر شيء هن الشهداء. يعني أنا زيد كحل كان قريب كتير إلي، سامي أمين أنا سهرت معه بالليل، محمد شمام يعني من أطيب الناس، كان بمثابة صدمة، بمثابة اهتزاز. كان في استهداف لكل شيء بسوريا، كان في استهداف للدولة، للإنسان، للشعب، للموارد، للطاقات. نحن بقسم الأرشيف والمكتبة وقسم أتمة العمل يعني بشكل عام نستذكر هذا التاريخ بكثير من الألم، كون نحن عم نسترجع هي الذكرى بشكل سنوي. تحية لأرواح شهدائنا الله يرحمهم، ونوعدهم نحن أن نكون مستمرين بتأدية الرسالة الإعلامية اللي هي ما وقفت أبدا واستمرت على مدى الأعوام، وإن شاء الله بتضل مستمرة دائما إن شاء الله. طبيعة العمل في ظروف الحرب تفرض على من يعمل في مجال الإعلام أن يكون متماسك، أن يكون هو الطرف الذي ينقل الحقيقة وينقل الحدث مهما كان الحدث مؤلما، وبالتالي عليه أن يتعامل بشيء من التوازن رغم التفاعلات الإنسانية في داخله، يتأثر، يحزن، يشعر بالحنين لزملائه الذين يفقدهم، لكن في كل الأحوال يجب أن يستمر في عمله وأن تستمر المؤسسات الإعلامية قائمة إلى جنب إلى جنب مع الجيش العربي السوري، وهذا يتطلب مسؤولية مضاعفة. وأعتقد أن الإعلام الوطني بشكل عام كان ناجحا في هذه المهمة وترفع له القبعات. دماء شهداء الإخبارية السورية ودماء شهداء سوريا كانت بمثابة دين في رقاب كل من يعمل في الإعلام الوطني والإخبارية ليستمر العهد في نقل الحقيقة بالإصرار على الاستمرار. كانت المسألة مسألة تحدي، يا منكون يا ما منكون، ولكن بالنهاية لما الجيش انتصر كنا نحن عم نقاتل، ما بيطلع اللي اشتغلناه شيء قدام جرح شهيد أو جرح مصاب، بس اشتغلنا وعملنا شيء وكانوا مرتاحين لتعبنا اللي شاركناهم، اللي هني أبطال الجيش اللي بالآخر يعني أكرمونا ورفعونا وساعدونا وحمونا. كان عهد ووعد، لأنه هن نوع على قتل كلمة الحق ونحن على حق، وما عم ننقل غير الصورة الموجودة على أرض الواقع. بدهم يقتلوها، هن فكروا أنه قتلوا أو وقفوا. صار التفجير هاد كان حافز لنا انه نكون عندنا اصرار وتصميم بالاستمرار
ونقل كلمة الحق لأي سوري يعني بيستنى شو هي الحقيقة وين والواقع. كمان إجانا انتصارات حلوة كتير، ويعني أنا وزملائي يعني لما نسترجع هاي الذكريات أو حدا بيطلبها لأفلام وثائقية أو لتوثيق فنشعر كمان يعني بالنصر إن شاء الله اللي رح يظل، وإن شاء الله رح نحتفل فيه جميعا نحن مع الشهداء وشهداء الإخبارية وشهداء الإعلام وشهداء الوطن أجمعين إن شاء الله. مستمرون وماضون ما بدأ به رفاق الدرب ليبقى شعارنا كما عهدتموه، عين على الواقع. من الإخبارية السورية سلمى عوده.